السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم أستاذة كريمة عبد الظاهر من مدارس بدر تايجرز الخاصة. اليوم سوف أشرح لكم درس جديد بعنوان الغابة المتحجرة. أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة المتحجرة، فأخذت أفكر ما هذا الاسم العجيب؟ ولماذا نذهب إلى غابة حجرية؟ وهل بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ وعندما عدت إلى المنزل وفرغت من واجباتي، ذهبت لأنام وأنا أتخيل شكل المكان وغرابته. يبقى هنا يا حبايبي الدرس بعنوان الغابة المتحجرة، الغابة لام قمرية والمتحجرة لام قمرية. الغابة اسم مفرد وجمع الغابة الغابات. نبدأ مع بعض. أخبرتنا المعلمة، أخبرتنا هنا فعل ماضي، خلاص دي أخبرتنا وانتهت. المعلمة اسم مفرد، جمع المعلمة المعلمات، يبقى الغابة جمعها الغابات، المعلمة المعلمات. أخبرتنا المعلمة عن إيه؟ عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة المتحجرة. فأغست أفكر، قعد يفكر، ما هذا الاسم العجيب؟ الاسم ده عجيب قوي، يعني إيه غابة متحجرة؟ ولماذا نذهب إلى غابة حجرية؟ ليه إحنا نذهب ليها؟ وهل بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ وعندما عدت إلى المنزل وفرغت، يعني انتهيت من واجباتي، ذهبت لأنام. اللام هنا يا حبيبي لام التعليل. وأنا أتخيل شكل المكان وغرابته. في صباح اليوم التالي، هنبدأ مع بعض الفقرة الثانية. في صباح اليوم التالي اصطحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب يقع في حي القاهرة. يبقى المكان يا حبايبي فين؟ ها فين المكان؟ في حي القاهرة الجديدة، يسمى محمية الغابة المتحجرة. وتحتوي هذه المحمية على أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون. يبقى في اليوم التالي اصطحبتهم المعلمة إلى مكان عجيب، إلى حرف جر، مكان اسم مجرور، مكان اسم مفرد، جمع مكان أماكن. اصطحبتهم المعلمة إلى أين؟ إلى مكان عجيب يقع في حي القاهرة الجديدة، يسمى محمية الغابة المتحجرة. على ما تحتوي؟ بتحتوي على إيه؟ محمية الغابة المتحجرة بتحتوي على أشجار كبيرة. أشجار هنا ده اسم إيه يا حبايبي؟ جمع، كبيرة مضادها صغيرة. ونباتات أيضا اسم جمع، حجرية بعضها ملون. أخذت المعلمة تشرح لنا أن هذا المكان، هذا اسم إشارة، تكون منذ ملايين السنين. يبقى المكان ده تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان، يبقى حتى الإنسان ما كانش موجود. وأن هذه الأشجار كانت من خشب تحول على مر العصور إلى حجر. يبقى الأشجار دي حبايبي كانت من خشب تحول على مر العصور إلى حجر. كما أن هذه المنطقة تعد أثرا نادرا لا مثيل له، لا شبيه له في العالم، من حيث إيه؟ الاتساع، دي مهمة جدا، من حيث الاتساع. ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، كما يكشف الكثير من الأسرار عنها. يبقى يا حبايبي المعلمة أخبرتهم
عن قيام المدرسة برحلة إلى أين؟ إلى الغابة المتحجرة. طبعاً يا حبايبي الاسم غريب جداً، يعني إيه غابة متحجرة؟ ولماذا نذهب إليها؟ طب هي فيها أحجار ولا أشجار؟ هي فيها إيه بالظبط؟ وعندما عدت إلى المنزل وانتهيت من واجباتي ذهبت لأنام وأنا أتخيل شكل المكان. في اليوم التالي اصطحبتهم المعلمة إلى المكان العجيب. فين المكان ده؟ في حي القاهرة الجديدة. يلا حبايبي مهم، فين المكان؟ أين المكان؟ أين يقع؟ في حي القاهرة الجديدة، يسمى محمية الغابة المتحجرة. تحتوي على إيه بقى الغابة المتحجرة؟ على حاجتين. الحاجتين دول يا حبايبي نذاكرهم كويس، إيه هما الحاجتين؟ أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون. المعلمة بقى بدأت تشرح لهم إن المكان ده موجود منذ ملايين السنين، ده حتى قبل وجود الإنسان، وأن هذه الأشجار كانت من خشب. الخشب ده تحول على مر السنين والعصور إلى حجر لا مثيل له في العالم من حيث الإيه؟ الاتساع. يساعد الخشب المتحجر بها العلماء. بيساعدهم ازاي؟ ايه فائدة الخشب المتحجر؟ يلا حبايبي مع بعض كده، دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض كما يكشف الكثير من الأسرار. يبقى ما فائدة الخشب المتحجر؟ دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض كما يكشف الكثير من الأسرار. جدول المعاني، عندي الكلمة ومعناها، العجيب الغريب، فرغت انتهيت، تحتوي تضم أو تشمل، تحول تغير مثيل شبيه. الكلمة ومضادها، يخفي يكشف، التالي السابق، تحول ثبت، الاتساع الضيق. المفرد والجمع، حي أحياء، دراسة دراسات، حديث أحاديث، حجر أحجار، العصر العصور. هنستخرج من الفقرة الأولى. الفقرة الأولى، احنا يا حبايبي النهاردة شرحنا الجزء الأول من الدرس يتمثل في الفقرة الأولى والثانية والثالثة. يلا نستخرج مع بعض في الفقرة الأولى، فعل ماضيا، فعل ماضي، أنا قلت إيه؟ أخبرتنا. طب أنا مش عارف هي الكلمة دي اسم ولا فعل، يلا ندخل عليها الألف واللام، لو لقيناها تنفع يبقى اسم، ما تنفعش يبقى فعل، عشان من علامات الاسم الألف واللام. في حاجة اسمها الأخبرتنا؟ لا مفيش حاجة اسمها كده، يبقى أخبرتنا ده فعل ماضي. فعل مضارع، أفكر. نستخرج سؤال، عندي أسئلة كتيرة، ما هذا الاسم العجيب؟ سؤال. لماذا نذهب إلى غابة حجرية؟ سؤال. هل بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ سؤال أيضا. أداة الاستفهام، ممكن أكتب لماذا، ما، هل. اسم مفرد، المعلمة. اسم جمع، أحجار. معنى أتصور، أتخيل. لام التعليل، أنا قلت لأنام، اللام هنا لام التعليل. لام قمرية، العجيب. وحرف جر، إلى. أهم الأسئلة الموجودة في الجزء الأول، أين ستقام رحلة المدرسة؟ هتقام فين؟ ستقام رحلة المدرسة إلى الغابة المتحجرة. أين تقع محمية الغابة المتحجرة؟ تقع المحمية في حي القاهرة الجديدة. تحتوي على إيه؟ بتحتوي على أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون. ما فائدة الخشب المتحجر؟ إيه فائدته؟ يساعد العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض ويكشف الكثير من الأسرار. يبقى يا حبايبي احنا النهاردة شرحنا الجزء الأول اللي هو الفقرة الأولى والثانية والثالثة. هنكتب الواجب كتابة الجزء الأول من الدرس وجدول المعاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.